كلمنا عن اللي بيستحقوا من التركة نعم أو المنتفعين بعمله. صحيح صحيح. بمجرد ما يتوفى الشخص الميت هو خلاص بعد كل ما يملكه بقى تركة، بقى تركة بيمشي لأصحاب الفروض اللي هم الأبوين والزوجة والأبناء والأخوات والأخوان، وبعد ذلك كمان من يستحق أصحاب العصابات برضو زي ابن الابن أو الأب الأب والعم لأب برضو. برضو من ضمن الناس اللي بيستحقوا الورثة اللي هو ذوي الأرحام برضو بيدخلوا من ضمن الورثة. وتاني أيضا من الـ الأشخاص اللي بيستحقوا الورثة اللي هم انت ما قلت التعصيب، المعصبين المعصبين وأصحاب الفروض. ايوه يجي بعد ذاك ذوي الأرحام برضو كمان برضو بيدخلوا من ضمن الناس اللي بيستحقوا التركة.